بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج اخبارنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا نادي الزمالك العظيم والاخبار المحليه والعالميه. وزي كل يوم وزي ما عودنا حضراتكم، البدايه دايما بتكون بعناوين الحلقه. ساره واحمد الجندي، كل الناس بتقول يا رب. جلسة مرتقبة لحسم ملف الكأس. التوأم حسن، عيد ميلاد سعيد. وأخيرا محمد القاضي في ضيافة أخبار. أما عن موضوع حلقتنا واللي حابين نعرف رأي حضراتكم عنه ومنتظرين إجاباتكم، هو انضمام 16 لاعب من ناشئ الزمالك للمنتخبات الوطنية وكيفية الاستفادة من تألق الناشئين. منتظرين آرائكم وتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا. مساء الخير والسعادة على أحلى جمهور في الدنيا، جمهور نادي الزمالك العظيم. وعايز أبتدي النهاردة مع حضراتكم يعني من أصعب الحاجات اللي احنا بنعملها في شغلانتنا، إن احنا نقدم واجب العزاء. فبالتالي هو يعني حد من الناس اللي كانت محترمة جدا جدا، ومفيش حد يقدر يختلف على أخلاقه ولا على روحه الطيبة ولا على موهبته، وهو الكابتن صلاح حسني، واحد من نجوم النادي الأهلي. وشفنا طبعا حالة من الحزن الشديد بتنتاب الشارع الرياضي المصري في طبعا المغفور له، واحد من نجوم وأساطير الأهلي عبر تاريخه، واللي كان ليه كمان دور كبير في اتحاد الكرة لسنين عديدة، وهو والد الفنان والنجم المحبوب أحمد صلاح حسني. البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله، وإن شاء الله بإذن الله هو أكيد في مكان أحسن. واجب عزاء طبعا لنادي الأهلي والأسرة الرياضة المصرية بشكل عام. طيب أروح مع حضراتكم برضو لواحدة من الأخبار الغير سارة، وطبعا هو مصطفى شلبي اللي تعرض لحادث سير في الساعات القليلة المقبلة. نقول له ألف سلام عليك مصطفى. عمل حادثة بالعربية بتاعته ونشر صورة ليها على انستجرام بعد الحادثة مباشرة، زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة. الحادثة ما كانتش سهلة، بس الحمد لله مصطفى بفضل المولى عز وجل خرج منها بالسلامة. ده رصيد الستر وده ستر ربنا علينا، فبالتالي يعني هو ربنا سترها معاه وربنا كان رحيم بيه في ابتلائه. ألف سلام عليك يا درش، وربنا يعوض عليك، والحمد لله ان انت بخير. دي اهم حاجة عندنا، الحديد والعربية والكلام ده كله بيروح ويجي، أهم حاجة إن أنت واقف على رجلك معافى بفضل المولى عز وجل. ومن مصطفى شلبي عايز أروح مع حضراتكم الملف الأهم عندنا، وهو أولمبياد باريس. مفيش شك عندنا نجمين النهاردة مستنيين منهم الكتير في أولمبياد باريس، نقدر نقول عشان تضميد الجراح، نقدر نقول عشان يعني نغسل وشنا من الزعل والفضايح اللي حصلت في الساعات الأخيرة. وأنا بشوف إن إحنا في الحقيقة في أولمبياد باريس إحنا قدمنا واحدة من أسوأ المشاركات لينا، ويعني أعتقد كل ده هنتكلم فيه مع حضراتكم. ولكن عايز أتكلم على سارة سمير في منافسات رفع الأثقال، والنجم أحمد الجندي في الخماسي الحديث. أحمد الجندي مبارح حاجة مشرفة، بيتصدر منافسات نصف نهائي الخماسي الحديث. مش بس كده، ده كمان بيجيب رقم أولمبي جديد بعد ما حقق 1516 نقطة. وفي الحقيقة أحمد أنا التقيت بيه مرات عديدة جدا، هو شاب مصري مكافح مجتهد، وليه أخ كمان أصغر منه بطل قادم بقوة. وسارة سمير وبرضو سارة واحدة من الأبطال اللي بتشرف مصر دايما، وهما دول ولاد مصر يعني في الحقيقة حاجة مشرفة، وإن شاء الله بإذن الله يفرحونا. احنا أملنا فيهم كبير قوي، يعني احنا بجد مستنيين نفرح معاهم، لأن دي حاجة ممكن تصبرنا شوية.
منافسات سارة سمير واحمد الجندي هتبدأ بعد شوية ان شاء الله، وهنتابعها معاكم لحظة بلحظة لحد نهاية الحلقة. عايز اتكلم برضو فيما يخص الاولمبياد، محتاجين ان احنا نذكر انفسنا ونذكر حضراتكم بالميثاق والوعد ما بيننا وما بين المشاهدين وبالتحديد جمهور نادي الزمالك العظيم. منذ انطلاق بطولة الاولمبياد ومنذ اليوم الاول هنا من نفس هذا المكان في قناة نادي الزمالك، كلمنا حضراتكم عن دورنا الاعلامي. دورنا الاعلامي في اي محفل او مناسبة بيكون موجود فيها اسم مصر، دورنا دايما بيكون الدعم لحد نهاية المشوار، عكس البعض اللي كانوا بينتقدوا في منتصف الطريق. لكن احنا هنا بفضل المولى عز وجل موقفنا واضح وثابت وصريح، قلنا في اخر البطولة هيكون لينا حساب، الغلط هيتحاسب، وهنتكلم وهنطرح مع حضراتكم السلبيات والإيجابيات، خصوصا بعد ما حصل تفاصيل كتير طول البطولة وأكيد كان ليها تأثير في مشوارنا. استبعاد يمنى عياد من منافسات وزن 54 لزيادة الوزن، ده كان يعني واحدة من الحاجات العجيبة جدا. مشاركة ندى حافظ لاعبة السلاح وهي حامل في الشهر السابع. طيب أزيدك من الشعر بيت، شكوى مصطفى الجمل لاعب رمي المطرقة من عدم وجود مدرب ورد الاتحاد عليه ساعتها. انسحاب الفارس نائل نصار بعد إصابة الحصان بتاعه قبيل انطلاق البطولة، وكل دوت من جيب وميزانية البلد. كل ده الدولة المصرية بتنفق مئات الملايين. وطبعا اللي حصل مع فريق الكرة قبل الأولمبياد هنتكلم فيه، فيما يخص طلب الجهاز الفني بعض اللعيبة الكبار اللي ما كانتش أصلا يعني عارفين حتى يتواصلوا معاه، أسباب مختلفة بدون الدخول في تفاصيل. ملايين اتصرفت للاستعداد للأولمبياد، وهل المصاريف دي، السؤال هنا بقى، هل المصاريف دي جابت نتيجة ولا لأ؟ كل دي ملفات هنتكلم فيها وهنتناقش فيها، بس احنا كلامنا واضح وواحد، فضل المولى عز وجل عندنا مرجعية، ومرجعيتنا هنا هي السياسة التحريرية وهي الالتزام بدعم كافة المنتخبات الوطنية حتى نهاية المشوار. المشوار هيخلص بس الكلام هيبتدي، هنسمع من المسؤولين وهنطرح هنا في برنامج أخبارنا مع حضراتكم كل ما يخص السلبيات، وهيكون في كشف حساب. ده واجبنا أو ده دورنا وده الواجب تجاه المشاهد. لكن اللي حصل في الساعات الأخيرة كوم تاني خالص، سيبك بقى من الفنيات وسيبك بقى من المشاركة، ولكن بخصوص لاعب المصارعة محمد إبراهيم كيشو لا ينفع يتسكت عليه ولا ينفع نأجل الكلام فيه. في البداية هقول لحضراتكم آخر ما وصلت لي أزمة كيشو. اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة أصدروا بيان رسمي بيأكدوا فيه براءة كيشو من تهمة التحرش بفتاة في فرنسا. وصل بينا الحال ان احنا عندنا بطل اولمبي بيتحقق معاه في واقعة او في انسدنت تحرش. البيان اتقال فيه ان حصل المصارع الاولمبي محمد ابراهيم كيشو على الافراج من الشرطة الفرنسية لعدم ثبوت تهمة التحرش بفتاة فرنسية كما ادعت عليه، وتم حفظ التحيات بشكل نهائي ضد كيشو لعدم وجود اي ادلة تدين اللاعب، حيث تم تفريغ الكاميرات في مكان الواقعة ولم تجد جهات التحقيق الفرنسية أي فعل مشين من اللاعب المصري تجاه الفتاة. وتوجه اللاعب من قسم الشرطة إلى المطار، مطار شارل دي جول، تمهيدا لعودته للقاهرة مساء اليوم السبت. النية داخل اللجنة الأولمبية والنية داخل الكواليس، برئاسة طبعا هنا بنتكلم على هنا الجهات المعنية والمسؤولين، يعني احنا هنا بنتكلم على وضع مسؤول من السادة اللي محطوطين في موقع مسؤولية والأندية والقصص دي كلها والهيئات المعنية. هنا هتكلم على اللواء شريف القماطي اللي هو
يعني كان ليه قصة في تحويل مسار التحقيقات، وكان بيتكلم ان التحقيقات اتجهت من الاتهام الباطل بالتحرش من فتاة فرنسية الى القصة اللي قبلها. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني قصة التحرش مش هيتحقق فيها، ايه اللي هيتحقق فيه؟ قصة بقى الخروج من القرية الأولمبية. وانا عندي سؤال هنا والله العظيم، هو انا ما بوجهش اتهام لحد، ولا احنا بنتهم حد، ولا احنا هنا جهة تحقيق، بس احنا هنا جهة إعلامية بنطرح الموضوع بمنتهى الشفافية. يعني ايه المدير الإداري او الإداري المسؤول عن البعثة ها يسمح بحاجة زي دي؟ يعني ايه اصلا يخرج من اللجنة الأولمبية وما يرجعش تاني؟ انا مش فاهم يعني ازاي ده يحصل اصلا. يعني بعد نهاية المباراة النهائية في ميزانه خرج عشان يشاهد بعض المباريات في المصارعة او في رفع الاثقال، ولم يعود ولم يلتزم بموعد عودته للقرية الأولمبية في باريس. اولا انا عندي ثقة كبيرة جدا ان الواقعة دي باذن المولى عز وجل مش هتعدي، مش هتعدي زي ما حاجات كتير قوي كانت ممكن تعدي، ولكن هنا الاسم والموضوع والقصة والحكاية مرتبطة باسم مصر. اللجنة الأولمبية طلعت بيان كشفت فيه اللي حصل، وان هيكون في موقف صارم مع اللاعب حتى بعد براءته من تهمة التحرش. هنا عايز اوجه كلامي لكيشو، انت راجل بطل أولمبي، عارف الكلام ده ولا لا؟ انت عارف ان انت بطل أولمبي؟ عارف ان مصر كلها كانت مستنية منك ميدالية أولمبية جديدة؟ عارف ان انت بتمثل بلد فيها 120 مليون مصري؟ عارف ان في طموحات وامال ملايين من المصريين ودعوات رايحالك؟ عارف المفروض ان انت قدوة ومثل اعلى لباقي اللعيبة؟ عارف ان انت لابس تيشرت عليه لوجو علم بلدك؟ عارف ان انت بتمثل الرياضة المصرية ولا مش عارف؟ عارف ان انت في اكبر محفل رياضي في العالم، وشرف ما بعد وشرف تمثيل دولة بحجم مصر في الأولمبياد. لو انت مش عارف فاحنا بنفكرك، المفروض تكون واجهة مشرفة مش العكس. ولما كل وسائل الإعلام العالمية تتكلم في اكتر من 150-200 دولة او 205 دولة بالتحديد مشاركة في أولمبياد باريس، تتكلم كل وسائل الإعلام بالشكل السلبي اللي شفناه ده، مشكلة كبيرة جدا. ممكن اتناقش معاك، خرجت من دور الستاشر وانت راجل بطل أولمبي تمام مش موفق، انما الموضوع يجي عند اسم مصر؟ لا، مصر ما تأخرتش عليك في اي حاجة، كان عندنا امل كبير قوي فيك ان انت تشرف بلدك، لكن للأسف بدل ما تكون حديث لوسائل الإعلام العالمية بسبب تألقك زي ما حصل في أولمبياد طوكيو وفرحتنا وحصولك على البرونزية، على النقيض تماما في أولمبياد باريس، كلام عن حاجات ملهاش علاقة بالرياضة. كل منصات التواصل الاجتماعي وكل المنصات الإعلامية الكبيرة زي الديلي ميل وغيرها نقلت الخبر باسم لاعب منتخب مصر، ما قالتش كيشو. مع كامل الاحترام ليك ما قالتش اسمك، هي قالت لاعب منتخب مصر. طب انت يرضيك اسم مصر يتحط في جملة زي دي؟ انت يرضيك ان اسم مصر يتحط في هذه الصيغة؟ اكيد هيبقى في حساب لكل واحد غلط، سواء كيشو او اي حد تاني في ظهور مصر بشكل لا يليق، حتى بعد ظهور براءة كيشو من تهمة التحرش الحمد لله. لكن برضو اللاعب اخطأ، اللاعب اخطأ، وشفنا امبارح الامين العام للجنة الاولمبية هو بيتكلم وقال فعلا ان الشرطة الفرنسية طلعت اثباتات ان هو كان موجود في ملهى ليلي وكان سكران. حاجة يعني في منتهى الخذلان في الحقيقة، يعني اقل ما يقال عنها عدم الاحساس بالمسؤولية. انت المفروض بدل ما انت تبقى قاعد زعلان ان انت طلعت من دور الستاشر وان انت زعلتنا وان انت كان علينا امل كبير ان انت تكون موجود، يبقى الحال كده اكيد هيكون في حساب. لكن كل واحد اخطأ، اكيد هو عارف اخطأ في ايه، وعندي ثقة في المولى عز وجل ان السادة المسؤولين ان شاء الله هياخدوا القرار الصحيح. اتمنى الحمد لله ان هو طلع بريء من التهمة السيئة دي.
اخيرا عايز اختم كلامي عن المنتخب الاولمبي. كلام كتير، اقاويل كتير واراء كتير، ولكن دايما للاسف بعض المسؤولين عن كرة القدم المصرية بيحبوا يطلعوا ضحية، هو اللي يشيل الليلة، ضحية الاخطاء هو اصلا ملوش فيها، ولا اللعيبة ليها ذنب ولا روجيرو ميكالي ليه ذنب، ومش عايزين نشوف السيناريوهات اللي كنا بنشوفها ايام فيتوريا لما خرجنا بصفر من ما كسبناش ولا ماتش في امم افريقيا، شيل فيتوريا هات. طبعا كابتن حسام حسن قيمة كبيرة جدا، ولكن الحل مش ان انت تشيل مدير فني وتجيب مدير فني، الصورة اكبر من كده. الايام اللي فاتت اثبتت ان اتحاد الكرة بيعاني بشدة فيما يخص ملف إدارة كرة القدم المصرية. الأمور مش ماشية بأفضل شكل، والنجاح ما بيتعاندش، النجاح معطيات، النجاح معطيات، والإدارة علم. عندنا بطولة غير منتظمة، عندنا مؤجلات احنا مش عارفين الله أعلم كانت هتتلعب إمتى، عندنا كاس بتاع سنة أو سنتين فاتوا بيتلعب دلوقتي، يعني قصة. انت بتلعب الدوري لغايه دلوقتي، كل فرق العالم خلصت اعداد والبري سيزون وخلصت البطولات الماتشات الوديه وعملت ماتشات ترويجيه، واللي راح امريكا واللي راح هنا واللي راح هنا، وخلاص هيلعبوا الاسبوع الجاي، واحنا عايشين في حاله من العشوائيه في اداره معظم الملفات فيما يخص كره القدم، ولا حياه لمن تنادي. مهما عرضنا مشاكل وقلنا يا جماعه في حاجه غلط، مفيش جديد بيحصل. هل تستحق دولة بحجم مصر هذه الإدارة السيئة فيما يخص ملف كرة القدم المصرية؟ أعتقد لا. البلد ما تأخرتش في أي حاجة، وكل سبل الدعم متوفرة من ملاعب واستادات وإنفاستراكتشر وبس تلفزيوني ودعم وشركة تذكرتي والشركة الإفريقية وبس تلفزيوني على أعلى مستوى، ولكن العنصر الأهم هو إدارة كرة القدم. بص على العراق عملت إيه؟ مش عيب على فكرة، لما جابوا الشركة اللي عملت جدول المباريات في الليجا الاسبانيه وعملت لهم جدول منتظم. يعني ايه فرد واحد يبقى هو اللي بيحط جدول الدوري المصري الممتاز؟ انا بس عايز افهم. يعني جدول الدوري لما بيتحط في اي بلد في العالم دي بتكون لجنه. اللجنه دي بيكون فيها كذا فرد، يعني مثلا فرد بيمثل الطب، فرد بيمثل العلم، فرد بيمثل الفسيولوجي. فهل احنا عندنا الفرد الواحد الخارق للطبيعه اللي بيمثل كل الناس دي؟ يعني احنا برضه عايزين نعرف. المفروض يكون في مراعاه للريكفري والاستشفاء للعيبه. المفروض يكون في مراعاه لتوقيت المباريات. علم كبير يا جماعه، الكوره دي صناعه علم، مش الدنيا والله مش فهلوه. المنتخب الاولمبي قدم اللي عليه، واللعيبه انتوا رجاله وعلى راسنا من فوق، وميكالي برضه على راسنا من فوق. عملوا كل حاجه يقدروا عليها. الجهاز الفني بقيادة روجيرو ميكالي عمل كل ما في وسعه، هو والرجالة اللي كانوا معاه، وانتم على راسنا من فوق. لكن الطبيعي والمنطق والعقل هو اللي يكسب في الآخر. الروح والعزيمة والرجالة موتت نفسها، وناس تحملت على نفسها، واحد زي زيزو والنني، كل المجموعة وحمزة علاء والناس، بصراحة الرجالة ما قصرتش. بس يعني خلاص بقى، اعتمدنا في البطولة على قدرات اللعيبة الموجودة وخبرة الجهاز الفني. كان عندنا أفضل من كده؟ كان عندنا أفضل من كده، ولكن المعطيات كلها غلط. كان ممكن القايمة يتضاف ليها أسامي تانية هتفرق معانا جدا، ورغم كل ده قدر رجالة المنتخب بالإصرار والروح والخبرة بتاعة الجهاز الفني بقيادة روجيرو ميكالي نطلع رابع في الأولمبياد. أكيد الفترة اللي جاية هيكون في حساب لكل واحد أخطأ في منظومة الرياضة المصرية بشكل كامل وبشكل عادل. عندنا قيادة سياسية حكيمة حاسة بينا وعارفة الدنيا ماشية ازاي، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة بنتمناها بنلاقيها، وكل دعم بنعوزه بيكون موجود. فيعني والله رفقا بالرياضة المصرية، اي حد غلط طبيعي ان هو يتحاسب. هختم كلامي معاكم من عند الكابتن حسام حسن، نجم نجوم منتخب مصر ونادي الزمالك والمدير الفني لمنتخبنا، واللي بيحتفل هو وتوأمه النهارده ابراهيم حسن بعيد ميلادهم. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب من تألق لتألق، ويكون مشواركم مع المنتخب كله نجاح زي انجازاتكم وبطولاتكم كلعيبه. وفي الحقيقه بتشرف ان انا كابتن حسام حسن لما بنقابله في اي ايفنت او في اي محفل بيقول ان هو
بفضل المولى عز وجل بيتابع برنامجنا وبيشوف كل ما يخص فقرات برنامج أخبارنا. فمن خلال البرنامج بقول لك كل سنه وانت طيب يا عميد. محسن يتألق، العملاق يتألق، عميد لاعبي العالم. إبراهيم حسن بيطلق قذيفة صاروخ. الله 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 يا حسام يا حسن. يحتفل اليوم السبت التوأم حسام وإبراهيم حسن نجما الكرة المصرية بعيد ميلادهما 58، حيث ولد الثنائي في 10 أغسطس لعام 1966، ويتولى حسام حسن حالياً مهمة تدريب منتخب مصر، فيما يتولى شقيقه إبراهيم منصب مدير المنتخب الوطني. وانضم التوأم لصفوف الزمالك في شهر أغسطس لعام 2000 في صفقة انتقال حرة هزت الوسط الرياضي والكروي، واستمرت رحلة التوأم مع الزمالك لمدة 4 سنوات كاملة هي الأفضل من حيث النتائج، حيث حقق التوأم خلال اللعب لصفوف الزمالك 10 بطولات مختلفة على مدار السنوات الأربع، ولعب حسام حسن 107 مباراة مع الزمالك، سجل خلالها 54 هدفاً. ولعبها لإبراهيم، يا حازم يا حساب يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. بينما لعب إبراهيم حسن 82 مباراة مع الزمالك، سجل خلالها 8 أهداف. جول وإبراهيم حسن ينقذ نادي الزمالك، وديها 45 وضربة رأس رائعة. وعلى الصعيد الدولي انضم حسام حسن لمنتخب مصر عام 1985، وكان ظهوره الأول مع الفراعنة في لقاء ودي أمام النرويج، واستمرت رحلة العميد مع المنتخب حتى عام 2006، حقق خلالها لقب أمم إفريقيا 3 مرات مختلفة، كما شارك مع توأمه في كأس العالم بإيطاليا عام 1990، وسجل هدف التأهل للمونديال في شباك منتخب الجزائر. كل عام وأنتم بخير. وحسام يتألق، العملاق يتألق، عميد لاعب العالم. إبراهيم حسن بيطلق قذيفة صاروخ. الله 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 يا حسام يا حسن. من جديد بجد الترحيب بحضراتكم مرة أخرى، ونبدأ أخبارنا من عند الأستاذ أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، اللي أعلن عن تقديم مجلس إدارة نادي الزمالك ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الإعلامي مهيب عبد الهادي، بالإضافة لتقديم شكوى ضده للمجلس الأعلى للإعلام. وقال أحمد سالم عبر فيسبوك، البيان اللي حضراتكم شايفينه أو البوست اللي حضراتكم شايفينه على الشاشة، بعد أن تخطى البعض الحدود المسموحة في النقد وتجاوزوا في حق الشرفاء بالتلميح والتصريح والادعاء بالكذب عن وجود فساد مالي في التعاقد مع أحد اللاعبين، وهو ما يتنافى تماما مع الحقيقة الموثقة بالعقود والمستندات، ولا يمكن قبوله لما يمثله من إهانة بالغة في حق مجلس إدارة نادي الزمالك. وزي ما حضراتكم شايفين البيان على الشاشة، ده كان البوست اللي نزله الأستاذ أحمد سالم، واتكلم على حق نادي الزمالك في الرد، وأن نادي الزمالك هيتقدم ببلاغ للنائب العام وإقامة دعوة قضائية في حق الأستاذ مهيب عبد الهادي لما اقترفه من جرم في حق نادي الزمالك، وفقا للبوست اللي كتبه الأستاذ أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. بيقول طبعا أن نادي الزمالك لازم يدافع عن حقه الأصيل ضد أي مخطئ وضد أي شبهة يعني فساد أو الاتهام بشبه أو من هنا بقى بيتكلم عن دور مجلس الإدارة في الدفاع عن حقوق النادي. وفي الحقيقة بيان كان مهم أو بوست كان مهم في توقيت أعتقد كان وجب في الرد والتوضيح لجمهور نادي الزمالك العظيم. ودايما مجلس إدارة نادي الزمالك بيمشي بيه الخطى القانونية وبيتبع كافة الأمور القانونية والمسالك القانونية، كل حاجة مثبتة بورق ومستندات، كل حاجة موثقة. فبالتالي ده دور
مجلس الإدارة ودور المتحدث الإعلامي أو المتحدث الرسمي لنادي الزمالك إن هو يرد على أي حد بيتكلم أو بيلمح أو بيدعي حتى وجود أي شيء من الفساد أو شبه الفساد. فبالتالي كان ده البوست اللي نزله الأستاذ أحمد سالم. وأعتقد يعني الأستاذ مهيب عبد الهادي راجل يعني له منا كل الاحترام والتقدير، ولكن حضرتك عشان تتكلم في ملف شائك زي دوت من أهم معايير الميثاق الإعلامي والمهنية إن حضرتك يكون عندك إثبات، صح؟ هل حضرتك عندك ما يثبت صحة كلامك؟ أنا بأؤكد إن ده مش موجود. فإذا عشان حضرتك تتكلم في الكلام الخطير اللي حضرتك قلته ده لازم يكون عندك ملف أو لازم يكون عندك حاجة دوكيومنتد عشان تقول إن في فساد وإن في يعني كلام أنا بشوفه بصراحة غير مسؤول يعني. ف ده كان رد الأستاذ أحمد سالم على الأستاذ مهيب عبد الهادي اللي كان ليه كلام كلكم حضراتكم يعني شفتوه وتابعتوه في الساعات الأخيرة، وحق أصيل لنادي الزمالك في الدفاع عن حقوقه والدفاع عن الشفافية اللي بيتعامل بيها مع الجميع. نروح لجوماز اللي طلب من الجهاز الطبي ريبورت أو تقرير مفصل عن حالة المصابين قبل مواجهة طلائع الجيش يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله في إطار منافسات الجولة 33 من عمر الدوري اللي بيعانوا من إصابات مختلفة. اشتكى مصطفى شلبي من ألام في العضلة الخلفية، حمزة المسلوسي إصابة أو شد في العضلة الخلفية، عمر جابر عنده برضو إصابة وشد في العضلة الأمامية. كل يعني التوفيق إن شاء الله لجوماز ولرجالتنا في الجولتين اللي جايين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. جوميز قرر ان هو يكون في برنامج فني، يكون في بلان للعيبة بعد العودة للتدريبات ان شاء الله بكرة على ملعب النادي عشان يجهزهم بافضل شكل ممكن للمباريات اللي جاية. وطبعا زي ما احنا عارفين اللعيبة كانوا في راحة لمدة 48 ساعة بعد مباراة زد يوم الخميس في الدوري والفوز بهدف دون رد. لسه مكملين من عند جوميز والجهاز الفني لنادي الزمالك اللي وعد كل اللاعبين الشباب والبدلاء اللي ما شاركوش في المباريات خلال الفترة الأخيرة ان هم هيكون ليهم دور في الجولتين اللي جايين من عمر المسابقة، وان هو هيبتدي يدي اللعيبة دي عشان خاطر تاخد فرص في المشاركة والوقوف على المستوى الفني لدى كل لاعب. طبعا زي ما احنا عارفين ان جوميز استقر بشكل كبير على منح الاساسيين راحة خلال الفترة المقبلة. دايما بدورنا الاعلامي بنلقي الضوء على اساطيرنا ونجومنا سواء هم في موقع مسؤولية او حتى خارج موقع مسؤولية، ولكن تاريخهم بيظل دائما موجود لدى جمهور نادي الزمالك. وهنا في قناة الزمالك النهاردة بنحتفل بعيد ميلاد واحد من النجوم والأساطير كابتن هشام يكن في هذا التقرير، ونقول له كل سنة وانت طيب. هشام يكن وقفها بالعقل هشام وبيرقص. تمر الأيام وتمضي السنين والتاريخ لم ولن ينسى كما تركوا بصمة في ملاعبنا الكروية، فصفحات كرة القدم المصرية مليئة بالنجوم الكبار الذين يمثلون علامات مضيئة سيذكرها التاريخ دائما بفضل نجاحاتهم وإنجازاتهم الخالدة. واليوم نحتفل بذكرى ميلاد أحد أساطير خط دفاع الزمالك وهو هشام يكن. ماشي
يا ساتر، برافو هشام هكن، انقذ جول اكيد. نجم المنتخب والزمالك السابق والذي يحتفل بعيد ميلاده 62، حيث انه من مواليد 10 من شهر اغسطس لعام 1962، ونجح هشام يكن في كتابة اسمه بين اللاعبين الكبار سواء مع الزمالك او المنتخب، ويعد احد نجوم خط الدفاع واحد نجوم الجيل الذهبي الذي شارك في مونديال 90. وساهم هشام يكن في تحقيق عدة بطولات للزمالك، منها 4 بطولات للدوري الممتاز و3 بطولات إفريقية. كل عام وأنت بخير. هشام يكن وقفها بالعالي هشام وبيرقص. كابتن هشام كان عنده رجل ما بتهزرش، يعني عارفة طريقها، برغم ان كابتن هشام بطل في سن، انا بشوف ان هو سن صغير، ولكن بصمته واضحة وصريحة في تاريخ نادي الزمالك. ومن اخبار نادينا نروح للاخبار المتنوعة بعد هذا الفيلر فنتابع. من جديد بجد الترحيب بحضراتكم مرة اخرى مشاهدينا الاعزاء. دايما ريال مدريد وبرشلونة الدنيا بينهم او المنافسة بينهم مش بس بتكون رياضة وكورة، لا، الموضوع ليه ابعاد سياسية كبيرة. حتى كمان راموس تشوفه في اوضه اللبس لما كان بيتكلم على مدرب منتخب اسبانيا يقول لك هو اكتر مدرب عنده حساسيه في ان هو يعرف يتعامل مع لاعبي برشلونه وريال مدريد ويخلي الاجواء بينهم او يلطف الاجواء بينهم. وشفنا تنافس كبير بينهم على مستوى الصفقات. طبعا ريال مدريد عمل ترانسفير ماركت عالمي، بيريز في الحقيقه بشوفه هو افضل رئيس نادي اخر 20-30 سنه في العالم كله. الراجل خلص الصفقه من باريس سان جيرمان يعني زي ما الكتاب بيقول، ده احسن كمان ما الكتاب بيقول. فنادي برشلونه كان ليه رد على هذه الصفقات بعد الاعلان الرسمي من نادي برشلونه عن صفقته وتقديم اولى صفقاته في الترانسفير ماركت الحالي، وهو صانع العاب لايبزيج السابق. شفنا المفاوضات المستمره، وكنا بنتكلم مع حضراتكم دايما هنا في البرنامج عن مفاوضات برشلونة مع داني أولمو نجم منتخب إسبانيا المنضم للفريق بعقد يمتد حتى 20-30. بنشوف دلوقتي البار عالي قوي في حتة الأمور التعاقدية، ما بقاش الموضوع 4 و5 سنين، لا بقى يروح ل6 سنين. خلصوا الصفقة طبعا بمبلغ يعني معقول 62 مليون يورو لصالح النادي الألماني. وبرشلونة كمان أكد في بيان رسمي أن أولمو هيتم تقديمه للجماهير في كاتالونيا الاثنين المقبل في ملعب مونتجواك، ده اللي هيتلعب عليه مباراة موناكو مع برشلونة في تمام الساعة 9 مساء في البطولة الودية اللي بتقام سنويا قبيل بداية الموسم الجديد. من الليجا نروح للبريمير ليج، واكدت صحيفه ذا سان اتلتيك الامريكيه ان نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي تم التعاقد مع دومينيك سولاكي مهاجم بورت سموث في الانتقالات الصيفيه الحاليه، ووقع عقد لمده 6 مواسم. خلاص بقينا نشوف ال6 سنين دلوقتي هي الموضه. توتنهام دفع في الصفقة 65 مليون جنيه استرليني، وهيتم دفع 30 مليون من قيمة الصفقة دفعة واحدة وان شوت كده بلغة التعاقدات يعني، وسيحصل ليفربول على 20% من نسبة بيع سولانكي من بورتسموث إلى توتنهام. وبدأ سولانكي مشواره في ناشئة تشيلسي ثم انضم إلى ليفربول في صفقة انتقال حر في 2017، ومنه انتقل بعد 2 لبورنموث ومنه الى توتنهام هوتسبير. من الليغا ثم البريمير ليج مرورا بالكالاتشو والدوري الايطالي. فيورنتينا الايطالي بيعلن عن التعاقد مع الحارس الاسباني المخضرم ديفيد ديخيا في صفقه انتقال حر
خلال الترانسفير ماركت الحالي، وكشفت تقارير صحفية ان ديخيا وقع مع فيورنتينا لمدة عام واحد مع خيار التمديد لاخر عام. طبعا فيورنتينا ده لعب له نجمنا المصري محمد صلاح وايضا احمد حجازي. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة في ملاعب العالم فيما يخص المباريات وجدول المباريات في الجدول اللي هنعرضه مع حضراتكم. وبيتصدر هذا الجدول لقاء مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الدرع الخيرية. من أخبارنا المتنوعة نروح للفقرة اللي مثبتينها مع حضراتكم منذ انطلاق أولمبياد باريس، وهي فقرة الأولمبياد بعد هذا الفيلر فنتابع. عندنا أمل كبير إن شاء الله وبإذن المولى عز وجل في أكتر من ميدالية، أحمد الجندي وسارة سمير وإن شاء الله ملك إسماعيل لعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث اللي تأهلت بالمناسبة لنهائي المنافسات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد انتهاء منافسات السيمي فاينلز في المركز الثامن برصيد 1391 نقطة بفارق 12 نقطة عن البريطانية المتصدرة للمنافسات. كل التوفيق ليك يا سلمى، شدي حيلك يعني إن شاء الله تفرحينا. عشان نقرب أكتر من المشهد تعالوا نطير لباريس وينضم لينا ناقد الرياضي كريم فؤاد. كريم مساء الفل عليك. أهلا بيك أستاذ أحمد وأهلا بالسادة المشاهدين. كريم عايزك تطمني على حيثيات الإفراج عن كيشو وأيضا ما تم إثباته من قبل المدعي العام الفرنسي والتقرير اللي طلع كان عامل إزاي؟ هو البداية القصة كلها زي ما حكاها كيشو وزي برضو ما طلعت الشرطة الفرنسية قالت الكلام دوت. ان كيشو بعد ما خلص مشاركه الماتش المفروض ان هو المباراه اللي هي كانت نهائي في وزنه كان المفروض يروح القاريه الاولمبيه، بس هو ما راحش وخرج مع احد اصدقائه قعد في كافيه مقابل نهر السين. وبعد ما خلص الكافيه هو ماشي تلاقي فتاه فرنسيه قدامهم ومعاها شويه شباب باصدقائها، فوقفوا وعملوا مشاده معاه. وكان الفتره دي كان مرت سياره شرطه، فالفتاه الفرنسيه شاورت على كيشو وقالت ان هو اتهمته بالتحرش. عذرا يا كريم ولكن كلامك ده بيتناقض وبيتنافى مع كلام الامين العام للجنه الاولمبيه المهندس شريف العريان اللي قال امبارح تصريحات ان الشرطه الفرنسيه اثبتت بالادله وجود كيشو في الملهى الليلي. ده الكلام بتاع مسؤولين في اللجنه الاولمبيه. هو كان سلام بس هو مش ملهى ليلي، هو كافيه هنا لا. في فرنسا هو تصريحات الاستاذ والمهندس شريف العريان كان قال ان في فعلا قصة فيما يخص كيشو ان هو الشرطة الفرنسية فعلا اثبتت دوت، ودي تصريحات على الهواء مباشرة والحاجات دي كلها موجودة تقدر ترجع لها. وانت كمان امبارح عبر اون تايم سبورتس كان ليك تصريح بيأكد هذا الكلام، فيعني ايه التناقض اللي بيحصل؟ لا ما كانش تناقض، ده كان في الصحافة الأجنبية وهم نقلوا وجهة نظر الفتاة. طبعا ما كانش في حد فينا قادر يتواصل مع كيشو لأن لازم السفارة المصرية هي اللي تتواصل مع كيشو وتقوم له محامي، وده فعلا اللي تم. فكان كل الاخبار اللي كانت من امبارح كلها كانت في الصحافه الاجنبيه على لسان البنت ان هي اتهمته بالتحرش ان هو كان في حاله سكر ان هو كان في ملهى ليلي. طيب. انما الموضوع عكس كده خالص نهائي، حتى السفير المصري معالي السفير علاء يوسف طلب من الشرطه الفرنسيه بيان واضح ب ب ب
ببراءة كيشو بتفاصيل القصة كلها. وبالفعل هو جاري إعداده وإرساله للسفارة ثم تعميمه على جميع الصحف الأجنبية طبعاً والصحف المصرية. إذن التصريحات اللي طلعت امبارح من بعض السادة المسؤولين في اللجنة الأولمبية، كل هذه التصريحات وكل هذه الادعاءات غير او لا تمت للواقع بشيء، صح كده؟ هو اللي يهمنا حاليا براءة كيشو بس، ده اللي نقدر نتكلم فيه حاليا، لانه كان سمعة لاعب مصارع دولي واخد ميدالية اولمبية، ده اللي يهمنا حاليا احنا نبرأه. وده فعلا اللي حصل، بان هو طلع النهاردة من الشرطة من اسم الشرطة وتم الافراج عليه، وهيسافر النهاردة بشكل طبيعي جدا للقاهرة، ولم يتم ترحيله كما ادعى البعض. يعني كيشو بريء من قصة الملهى الليلي، انما هو مدان في حاجة تانية، ووقعت ان هو وقعت السكر. هو حتى طلب ان هو يتم اجراء تحليل طبي ليه لاثبات ان هو لم يتناول اي يعني يا كريم اي مواد ممنوعة. الكلام اللي انت بتستند اليه دوت وفقا لتقرير وفقا لكيشو كيشو قال ان هو مستعد حاليا ان هو يتعمل له اي اجراءات. والله انا اتمنى والله يا كريم، يعني انا من امبارح منذ تلقي الخبر واحنا انا حاسس ان انا في كابوس، يعني وحالي طبعًا. هو حال كل المصريين، يعني احنا طبعًا. نفسنا الموقف ده مشين وبندينه جميعا، يعني ما فيش حد يقبل أنا اي بتفق. حد مصري يعمل الفعل المشين دوت، بتفق. هو طالع يمثل اسمه مصر. نعم انا بتفق معاك 100% يا كريم، والله نتمنى ان كل الكلام اللي بيتقال ده ما يكونش حقيقي، ونتمنى ان كل الضجه اللي معموله دي تكون لا تمت للواقع بشيء، لان ده بطل اولمبي وبيمثل مصر وحاجه مشرفه. فاتمنى ان كل اللي بيتقال وكل التقارير اللي طلعت من الشرطه الفرنسيه تكون لا تمت للواقع بشيء في الحقيقه. بس طالما يعني في الوقت ان احنا ادينا فيه حق كيشو براءه، برضه كيشو مدان ان هو ما بعد نهايه المباراه ما غادرش وراح القريه الاولمبيه زي ما كان متفق مع رئيس الاتحاد، انما هو خالف التعليمات وما راحش على القريه الاولمبيه، وراح سهر مع زميله احد اصدقائه في احد الكافيهات. فده يعني برضه هيكون يعني الموضوع مش مالها ليلي ولا برا، والموضوع كافيه، صح كده؟ هو مخالفه للتعليمات، فده اللي هيتم التحقيق معاه في الجزئيه دي، بس ان هو خالف التعليمات وما خلصش المباراه النهائيه وطلع على القريه الاولمبيه زي اي حد لعيب بيخلص المنافسات بتاعته او بيشوف. طب ماذا بعد يا كريم؟ ماذا بعد؟ هو هيتحقق معاه في مصر من لجنه القيم على الجزئيه ان هو خالف التعليمات وان هو ما راحش خلص المباراه وطلع القاره الاولمبيه، بس هي دي الجزئيه فقط لا غير يعني. طيب فيما يخص ساره سمير، انا عارف ان هي بتلعب دلوقتي فاطمنا كده. هي حاليا بتلعب لا ان شاء الله باذن الله هتنافس على ميداليه ان شاء الله، ولسه المنافسات شغاله وباذن الله يعني هتنافس على ميداليه، ودكتور اشرف صفي موجود هنا في الملعب بيدعمها وبيشجعها. والخماسي حديث برضه بيلعب، بس انا مش في الموجود في الخماسي حديث، هنا في المنافسات في رفع الاذكار. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا، ان شاء الله يكون لينا تواصل تاني معاك فيما يخص اولمبياد باريس. كل الشكر للناقد الرياضي كريم فؤاد. ودع مصطفى الدرس لاعب منتخب المصارعه اولمبياد باريس بعد ما فقد فرصه اللعب على الميداليه البرونزيه ودور الطردية بعد هزيمة بطل كازاخستان في ربع النهائي بنتيجة 14-2 أمام بطل البحرين، وذلك بعد خسارة مصطفى الدرس بطل كازاخستان في دور 16 للمصارعة الحرة بنتيجة 6-2. حديث الصحف العالمية والعربية والمصرية، الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، عناوين الصحف والمواقع العالمية في الحقيقة كانت بتتزين وبتتلألأ فيها وبتتألق فيها إيمان خليف بعد التتويج بالميدالية الذهبية في الملاكمة وزن 66 في باريس. 1,000,000 مبروك لإيمان ولكل الشعب الجزائري. في الحقيقة بنبسط والله لأخواتنا وأشقائنا في الدول العربية، وكل ما هو عربي هو جميل، ففي الأول وفي الآخر الشعوب العربية هي تحت مظلة واحدة وكلنا دايما على قلب واحد بإذن المولى عز وجل. كان في برضو تتويج للإثيوبي تيميرات تولا بالميدالية الذهبية في ماراثون أولمبياد باريس. دايما في الحقيقة إثيوبيا متألقة في الماراثون،
رغم انه قبل اسبوعين فقط لم يكن ضمن لائحه المشاركين، لكنه شارك بعد اصابه مواطنه سيساو ليما ليفوز بالميداليه الذهبيه في الماراثون ويحقق رقما اولمبيا جديدا بعدما انهى السباق في 2:06:26. الف مليون مبروك الناقد الرياضي المتالق. بعد هذا الفاصل محمد القاضي. قاضي في الحقيقة من الناس الشاطرين جدا جدا اللي بيكون ليهم آراء دايما مختلفة. هنستضيف وهنتحاور مع القاضي، وإن شاء الله يكون أو تكون فقرة ممتعة لكل مشاهدينا بعد هذا الفاصل، فنتابع. من جديد بجدد الترحيب بحضراتكم مشاهدينا الاعزاء. معانا واحد من النقاد الرياضيين المتالقين واصحاب الاراء المختلفه، الناقد الرياضي محمد القاضي. مساء الفل، بتشرف بوجودك معايا. مساء الفل يا احمد، عليك وعلى كل الزملكاويه والساده المشاهدين. احنا فورمه بسم الله ما شاء الله، بنحاول نمسك الخشب. ربنا عايزك. طيب هبتدي معاك. خلاص الموسم يعتبر انتهى. بتشوف ازاي فتره او حقبه جوزيه جوميز؟ بتشوف ان هو قدر يثبت نفسه ويقدم اوراق اعتماده لدى جمهور نادي الزمالك بتحقيق الكونفدراليه وقصه الروتيشن والناشئين اللي بدا ان هو يشتغل عليها الفترات الاخيره؟ طيب خلينا ناخد من البدايه. هو جوزيه جوميز جه لنادي الزمالك اصلا؟ احنا كنا ممكن نكمل الموسم دوت باي مدير فني محلي. احنا عندنا مدربين كتير من الزملكاويه كبار صغيرين وكبار اصحاب خبرات خدوا بطولات قبل كده مع نادي الزمالك، يعني مؤمن سليمان واخد كاس مصر مع نادي الزمالك، حقق بطولات في العراق قويه جدا. عندنا كابتن خالد جلال نفس الموضوع، خد كاس مصر مع نادي الزمالك. عندنا ابناء الزمالك كتار، كنا ممكن ما نجيبش مدير فني اجنبي وندفع دولارات كتير في ظل ازمه الدولار وتحرير سعر الصرف، فانت بتجيب مدير فني اجنبي عشان تارجت معين. التارجت بتاعنا في الاول كان بطوله الكونفدراليه، الراجل خد بطوله الكونفدراليه. عندك التارجت الثاني هو جاي والدوري ضايع، يعني احنا كان صعب جدا ان احنا ننافس على الدوري السنه دي، فبالتالي التارجت بتاعه ان هو مثلا فوز ببطوله كاس مصر. انا شايف ان الراجل حقق المطلوب منه، يعني بنسبه مثلا نقول 70-80% هو الراجل حقق المطلوب منه، وانا شايف ان هو الحقبه دي حقبه مميزه بالنسبه للزمالك، مش حقبه يعني انت كنت ممكن تخرج من الموسم كله ما فيش ولا بطوله. لا، ده جاب لك البطوله الاغلى ويعني عايز اقول لك الاقوى في قاره افريقيا بعد دوري الابطال، هي بطوله الكونفدراليه. فهو الراجل حقق التارجت اللي احنا عايزينه منه، مش عايزين اكتر من كده منه. ان هو يبقى يحقق حاجه اضافيه، المنافسة على كاس مصر السنة دي والسوبر الأفريقي، دي حاجة تانية تحسب له ما تحسبش ضده. فأنا شايف إن الموسم بتاعه ماشي كويس مش وحش. الناس اللي بتتكلم على الدفع بالناشئين وإن إحنا ما ينفعش إن إحنا نلعب الناشئين ونحرقهم مرة واحدة، هو أنت محتاج من قطاع الناشئين كام لعيب في السيزون يا أحمد؟ أنت محتاج واحد، محتاج اتنين، مش محتاج أكتر من كده. فهو لازم يبص عليهم كلهم ويديهم فرصة واتنين وتلاتة. إنما إن أنت عايز تدمج اللعيب جوه المنظومة وتدخل لعيب نادي الزمالك الناشئ الصغير جوه المنظومة مرة واحدة، ده أنت عايز بقى فلتة، عايز مثلا طارق السعيد، عايز محمد أبو العيلة. اللعيبة دي بتبقى مميزة من قطاع الناشئين، وهي طالع أيمن عبد العزيز مثلا بيبقى عنده 18 سنة بتلاقيه هو مميز في القطاع، بالذات لما يخش مع الفرقة الكبيرة بيندمج بسرعة. إنما أنت محتاج تختار، فأنت محتاج تتفرج كتير، محتاج اللعيبة دي تاخد أوقات كتير، فمش هينفع غير اللي الراجل بيعمله. فأنا شايف إن الخواجة ماشي صح. أنا بتفق معاك جدا، لأن جوزيه جوميز لو جيت بصيت على الناس اللي بتهاجمه هتلاقي إن نفس الناس اللي بتهاجمه هي اللي بدأت تشيد بعد تألق الشناوي، وبعد ما شفنا قاعدة كبيرة جدا من الناشئين بتطلع من نادي الزمالك. وأعتقد أن مفيش حد عاقل ينتقد مدير فني أن هو بيطلع لك لعيبة من قطاع الناشئين يستفيد منها النادي على المستوى الفني وأيضا على المستوى المالي، من حيث أن اللعيبة دي ممكن تطلع إعارات وتفيد نادي الزمالك في المستقبل. أنا هديك مثل يا أحمد، البروفيسير الكبير بتاع الزمالك جوزوالدو فيريرا بالظبط، لما جه لاعب الأهلي سنتين الأهلي بياخد الدوري باللعيبه الصغار، كان طلع 4 لعيبه بس، يعني هو لما طلع 4 لعيبه عشان ظروف القيد وان ما فيش لعيبه كبار وكده. طلع سيد نيمار، طلع حسام عبد المجيد، يعني سيف فاروق جعفر، يوسف سمى نبيه، وده اللعيبه دي كلها تألقت معاه هو بالذات عشان هو مدير فني مقتنع ان هو يلعب بالناشئين. انت لما طلعت 4 مرة واحدة انت استفدت، يعني عوضوا لك حته ان ما فيش صفقات وكسبوا الاهلي والناس والراجل خد الدوري. احنا مش محتاجين منه اكتر من كده. انت بص، انت لازم تعرف انت عايز من الراجل ايه. الراجل انا عايز منه بطوله، هو جاب بطوله، مفيش نادي
في مصر كلها ينافس على كل البطولات. يعني اهلي زمالك لو قلنا بيراميدز ما فيش نادي هياخد كل البطولات مره واحده. فانت بتقسم الموسم. الموسم بتاعي مع اسوريو كان على فكره انا عايز اقول لك ان اسوريو ده اتظلم مع نادي الزمالك. انا كنت شايف ان طريقه لعبه هي المشكله كلها، انما في الناحيه الدفاعيه، انما في الهجوميه احنا كان عندنا غزاره تهديفيه. يعني انا كنت شايف ان الراجل ده اتظلم، كان لازم ياخد موسم واثنين وثلاثه مع نادي الزمالك يطور الاداء والزمالك كان هيبقى حاجه ثانيه. فتوح بيقول لك هو كان بيتعامل معانا ان احنا مانشستر سيتي. ما هو عايز اقول لك هو حته الادوار المركبه طبعا. يعني انت برضو بالعقل برضو يقعد، انت لما تطلب من اللعيب خمس ست طلبات غير لما تطلب منه اثنين وثلاثه. وايضا انا بقى بكلمك بشكل شخصي، انا اتكلمت مع لعيبه كتير داخل تيم نادي الزمالك قالوا لي ان هم كانوا بيتالقوا بيكسروا الدنيا بالارقام، يتفاجئ الراجل ان الماتش اللي جاي ان هو اصلا بره القايمه. ما كانش منطقي. ما هو الراجل، بص الراجل هو فكره اعلى من فكره من مستوى الدوري المصري واعلى من مستوى اللعيبه، فهو محتاج قماشه معينه. بس لو انت بتقول مانشستر سيتي، شوف انت جوارديولا بدا ياخد بطولات مع السيتي امتى؟ اول موسم ما خدش وتاني موسم ما خدش، بس بعد كده خد حصد كل الالقاب في اوروبا وفي انجلترا، فبالتالي كان محتاج وقت. بس يعني هنشيل حقبه اسوريو دي كده على جنب وخلينا في الراجل اللي موجود دلوقتي. صحيح. في جوزيه جوميز. لا جوزيه جوميز انا شايف ان هو عمل اللي عليه، ومع الوقت هياخد. يعني انا شايف ان اللعيبه اللي بتلعب في نادي الزمالك دلوقتي حتى اللعيبه الصغيره في السن هيبقى لها مستقبل كبير، خصوصا لما ترجع حسام اشرف مثلا. لما ترجع ماجد هاني، في لعيبه معينه لما ترجع تبقى اضافه لما خدت خبره الدوري الممتاز. كل نادي بدا ان هو، واحنا هنا بنتكلم للصالح العام، يعني لو كل نادي بدا ان هو يدي فرصه لمجموعه من الناشئين، وكل سنه بقى كل نادي بيطلع لك لعيب واحد بس او اثنين لعيبه. لا مفيش حد هيصبر يعني. او اثنين لعيبه. مفيش حد. شوف منتخب مصر، انت بقى بتتكلم على اسبانيا اللي خدت اليورو. اسبانيا انت بتتكلم ان نجوم اليورو لامين يامال 16 ولا 17 سنه، نيكلس ويليامز 22 سنه منزل بوست على الفيسبوك او على انستجرام جنبه لامين يامال بيقول لك مبروك اخي الصغير، واحد عنده 22 سنه بيقول لنجم الفرقه اخي الصغير. فانت فاهم احنا فين؟ شوف شايف الاحتواء. احنا 26 سنه ولسه ناشئ. ولسه محتاج يثبت نفسه علشان يلعب في النادي الكبير. بس انا بقول لك ما حدش بيصبر على حد. احنا في الكوره في مصر هنا ما حدش اقول لك على حاجه، هديك مثل. تعال شوف كام لعيب في مصر بيجي له عقد احتراف بره والانديه بتاعتهم. عشان تلعب في اوروبا اصلا يعني سنك لازم يكون اقل من 25 سنه او 23 سنه. لا ولعبت يعني كم ماتش دولي يعني عشان تتحاسب اصلا، انت خدت كم بطوله ولعبت كم. صحيح. كم كنت مؤثر مع فرقتك في الدوري بتاعك ولا لا، وكم ماتش الفعاليه بتاعتك وارقامك. لا لا ما فيش. انا عايز اقول لك على حاجه، ثلاث ارباع اللعيبه اللي في مصر اللي بيجي لها عروض وبتقول لك لا حبا في النادي والانتماء والكلام دوت، العروض دي مش حقيقيه. هاخد معاك طرح هام فيما يخص، طبعا احنا بعد ما اتكلمنا عن نادي الزمالك لازم نروح لمنتخبنا الاولمبي. احنا بنتكلم هنا مش راي برنامج ولا راي مذيع، احنا بنتكلم بالارقام. منتخب مصر على صعيد النتائج والمستوى، ريجيرو ميكالي ما قصرش في حاجه، لاعيبه منتخب مصر ما قصرتش في حاجه، ولكن كل المعطيات كانت ضد الناس دي. الاداء كان هزيل، والاداء كان متواضع جدا في ماتش المغرب وما نخسرش سته. طيب خبر عاجل وخبر سعيد جدا، وكنا على الهوا في الانترو بندعي مع حضراتكم، الف مليون مبروك ساره سمير بتحصد الميداليه الفضيه لمصر في رفع الاثقال في اولمبياد باريس 2024 وزن 81 كيلو جرام. الف مليون مبروك للبطله ساره سمير اللي شرفت مصر وشرفت كل بنات مصر في الحقيقه. ده النموذج المشرف، هي دي البنات المصرية، هي دي بنت مصر. بنبارك لك يا سارة، وإن شاء الله بإذن الله يعني أحمد الجندي لسه هيلعب بالليل، بنتمنى الميدالية الذهبية لأحمد الجندي. أحمد أنا التقيت بيه كتير جدا، شاب بروميسنج، شاب محترم، كادر رياضي، حاجة يعني مشرفة جدا. وحاليا الجندي متفوق في منافسات الفروسية، وعجبني قوي إن هو اشتغل على نفسه، لأن هو امبارح كان مش في افضل حالاته على مستوى الفروسيه. والجندي جوكي كبير جدا على فكره، والراجل ده انا تابعته عن قرب وشفته في الملعب عامل ازاي، ولكن وارد ان هو يكون مش موفق برغم تحطيم الرقم الاولمبي، ولكن النهارده هو متالق في الفروسيه. والمهم ان هو يشتغل على نفسه في اسرع وقت، فكل التوفيق ان شاء الله لابطالنا في باريس. فيما يخص منتخبنا الاولمبي يا قاضي، عايز اتكلم معاك على الاخفاق ونتيجه مباراه المغرب والهزيمه الكبيره اللي تعرض ليها منتخبنا. طيب هو مبدئيا هو لو هنقول سبب الخساره من زمان،
لا احنا منتخب مصر قدم يعني اللي هو حصل قبل البطوله، اللعيبه الانديه اللي ما رضتش تبعت لعيبتها والانديه اللي مسكت في لعيبتها وعندهم منافسات محليه اهم من المنتخب الاولمبي، مع ان اللي اعرفه يعني واللي انا اتربيت عليه وانا كنت لعيب كوره في يوم من الايام ان انت ان المنتخب هو اهم من الانديه، والانديه بتشتغل علشان خاطر المنتخب مش المنتخب بيشتغل عند الانديه. صحيح. خلينا نقول ان الراجل عمل انجاز بعد ما كسبنا اسبانيا وخلصنا باراجواي والاداء العالي اللي عملناه قدام فرنسا، بس انا شايف ان في حدود الامكانيات هو كتر خير المنتخب الاولمبي لحد كده، احنا كنا عشمانين في ميداليه بس الامكانيات بتقول كده. بالنسبه للراجل في ماتش المغرب انا شايف ان ميكالي اخطا ان هو فتح الملعب عشان يعوض بسرعه. اكيد طبعا اخطا، ولكن هو ادار العديد من المباريات بحكمه وبتالق كبير جدا زي ماتش اسبانيا مثلا بطل الاولمبياد اللي هو تغلب عليها وباراجواي والمجموعات. بالظبط، هو لو كان بس لعب زون ديفنس بس هو كان هيخسر من المغرب، هيخسر يعني احنا طموحنا كمصريين كان عالي، بس انما انت كنت ممكن تخسر الميداليه البرونزيه وتقفل بواحد ولا اتنين وتلعب زون ديفنس من اول الماتش، انما تفتحش الملعب بالشكل دوت ان انت يخش فيك سته. ما هو بص مهما كانت انا ما بحملش اللعيبه النتيجه ولا بحمل الجهاز الفني النتيجه، هي منظومه متكامله محتاجه انها تتحاسب، بس المنتخب الاولمبي ده خلى طموحنا من يتحمل اعلى. من يتحمل المسؤوليه ومن يحاسب هنا في وجهه نظرك؟ اتحاد الكوره اللي ما وفرش الكفر وما وفرش حمايه للمنتخب الاولمبي ان هو ياخد اللعيبه اللي هو عايزها ويلعب بيها اللي هو يعني الراجل انا يعني الراجل ده انا كان عندي معلومه ان الراجل كان عايز يستقيل يا احمد اصلا قبل الاولمبيات ومش عايز يسافر الاولمبيات لولا اجتماع احمد دياب وجمال علام. طبعا كل اللي شغالين في المجال عارفين ان الراجل اصلا لولا اجتماع احمد دياب وجمال علام والوزير مع بعض علشان خاطر الراجل بس يوافق ان هو يلعب الاولمبيات وكان عايز يمشي ومفاوضات اللعيبه اللي نادي الزمالك انقذهم وبعت لعيبته هو يعني منها زيزو. الحقيقه هو دور مش جديد على نادي الزمالك ان هو دايما في ظهر المنتخبات الوطنيه. انت تتخيل يا احمد اصلا ان انت رايح منتخب مصر، منتخب مصر بص اول اتحاد افريقي، اول اتحاد في الوطن العربي، في الوطن العربي، اول اتحاد في قاره افريقيا، اول اتحاد في الشرق الاوسط، ماشي؟ تتخيل ان اتحاد الكره يعني الاتحاد المصري ده مش قادر يعني شوف بكل التاريخ والعظمه دي كلها ومصر اللي هي بلد فوق ال 100 مليون مش يعني مش قادرين ان احنا نجيب ثلاث لعيبه فوق السن يسافروا زي ما حصل مع الكابتن شوقي غريب مثلا لما خد الثلاث لعيبه. ده طول عمر اللعيبه اصلا الاولمبياد دي شرف لاي حد ان هو يروح يلعب في الاولمبياد بصرف النظر عن النتائج. يعني الناس اللي بتتكلم مثلا ان مصر ما جابتش ميداليات والكلام ده كله، تعال شوف مثلا بعثه زي بعثه امريكا دي فوق ال 500 لعيب مثلا هيرجعوا بكام ميداليه. يعني الصين دي مثلا فيها فوق ال 700 لعيب هيرجعوا بكام ميداليه؟ يرجعوا مثلا ب 15 20 ميداليه ذهب. ده انت ده ما يجيبش يعني انا عايز اقول لك ما يجيبوش 10% من اللي مسافرين اصلا من البعثه كلها. فاصلا المشاركه في الاولمبياد نفسها شرف، ان انت توصل المنافسات شرف، ان انت تاخد بقى ميداليه وترجع بميداليه ده الانجاز. انت وصلت للتارجت اللي انت عايزه. منتخب مصر الاولمبي يعني تتخيل انت الاتحاد الانديه اقوى من الاتحاد؟ انت متخيل احنا وصلنا للدرجه ديت؟ ان يعني انا مش عايز اسمي انديه عشان بس ما بقاش الموضوع متشخصن وانا في قناه نادي الزمالك، لا بس انا بقول لك حاجه مهمه جدا. انت اي حد يتمنى ان هو يلبس فرينه منتخب مصر، انا اعرف لعيبه تاريخها كله يا احمد في الكوره، بص بقى اللي خدوا بطولات مع انديتهم ولا خدوا بطولات مع المنتخب ولا عملوا حاجه في حياتهم في الكوره اصلا، بس لبسوا تيشيرت منتخب مصر في الاولمبياد. تعالى يقول لك انا لعبت اولمبياد. تتخيل انت ان احنا وقفنا عند المرحله دي؟ انا دي حاجه تحزن مش حاجه تفرح. نتمنى ان يكون في وقفه، نتمنى ان يكون في تغيير، وانا كل ثقه في المسؤولين في الدوله المصريه ان هم ان شاء الله هيعملوا الصالح للرياضه بشكل عام. يعني ان شاء الله باذن الله هيكون في موقف كبير باذن المولى عز وجل، يعني زي ما دايما بلدنا معودانا بتاريخها الكبير ان شاء الله يكون لنا تاريخ كمان كبير في الفترات القادمه. فيما يخص ميكالي، بتشوف ايه تقييمك لميكالي في حقبه توليه منتخب مصر الاولمبي على مدار السنتين اللي فاتوا؟ ده مدرب ممتاز. ده انا عايز اقول لك ان ميكالي الناس كلها بتقول يا ريت نلحق نجدد له، وناس بتقول لا يمشي. انا يعني شايف لغط كتير جدا في الشارع الرياضي في مصر والناس مع وضد. هل تتخيل ان انت ممكن واحد واخد برونز ميداليه ذهبيه في الاولمبياد المصريين بيقيموه وشايفين ان هو يمشي بعد الخساره بسته من المغرب؟ عارف الخساره بسته دي بتفكرني كان كابتن جوهري راجع من كاس العالم 90. تتخيل بقى بكل الاداء اللي عمله منتخب مصر وان احنا بعد 56 سنه رحنا كاس العالم مع كابتن جوهري ولعبنا ثلاث ماتشات في كاس العالم، جينا خسرنا في ماتش ودي 6-0 من اليونان
الراجل قدم استقالته ومشي، يعني كل الناس نسيت اللي الراجل عمله. انا شايف ان الراجل ده عمل انجاز مع منتخب مصر كبير ولازم يكمل بالجيل الجديد. وانا شايف ان هو المشكله كلها يا احمد ان الراجل ده جاي له عروض بعد الاولمبيات من منتخبات كبيره ومن انديه كبيره، صعب ان هو يقعد، وصعب ان العروض اللي بفلوس كتير دي ان هو يضحي بيها علشان خاطر منتخب مصر بعد اللي شافه اليومين اللي فاتوا اللي قبل الاولمبيات. فصعب جدا، انا اعتقد ان هو صعب ان هو يقعد. يعني كل الدعم اكيد لكل منتخباتنا الوطنيه، ميكالي مفيش شك مدير كبير، اللعيبه بتاعتنا كانوا رجاله. اه الاداء كان هزيل في ماتش المغرب، كنا نتوقع افضل من كده، ولكن السؤال هنا في ظل كل هذه المعطيات اللي كانت ضد المنتخب الاولمبي، ما قدروش ان هم يوفروا له الغطاء زي ما انت بتتكلم بدون الدخول في تفاصيل. احنا يعني بنتكلم على الكره المصريه بشكل عام، ما بنتكلمش على نادي بعينه ولا بنتكلم على حد بعينه، احنا بنتكلم لمصلحه الرياضه بشكل عام، وكل الاحترام والتقدير لكل الانديه المصريه. ولكن هل بالامكان او هل كان هناك بالامكان افضل مما كان في الاولمبياد؟ انا شايف ان احنا بصرف النظر عن الخساره بستة من المغرب تحطها على جنب، لا احنا عملنا نتائج كويسه جدا في الاولمبياد مع ميكالي والمنتخب الاولمبي. انا عايز اقول لك المنتخب الاولمبي شرفني ووصل لمرحله ابعد مما كنت اتخيلها، ان هو ينافس على ميداليه دي حاجه كويسه. كنت ممكن تنافس على الفضه، كنت ممكن انت تنافس ونافست على البرونز فعلا، فانا شايف ان هو عمل اللي عليه وزياده. شفت ازاي اداء زيزو وحسام عبد المجيد وزياد كمال مع المنتخب الاولمبي؟ طب انا سمعت، بص انا عايز اقول لك على حاجه، انا سمعت كميه انتقاد لحسام عبد المجيد في الدوري المصري رهيبه، مع ان انا مقتنع بيه. انت هو اللعيب اصلا، لا ما فيش شك، راجل لعيب دولي وراجل بيلعب في نادي الزمالك، راجل اي مدافع في الدنيا زي ما عليه بتتكلم في الونش اللي هو قبل ما يتصاب كان افضل مدافع داخل قاره افريقيا، صح كده؟ الونش كان عنده برضو بعض الحتت الحماسيه ان هو كان في تدخل شويه بتاكلينج، ظبط القصه وبقى افضل لاعب داخل قاره افريقيا. فبالتالي ظبط امتى؟ لما خد خبره. صحيح، لما لعب كتير وخد خبرات بقى الونش. لا. قبل كده الونش كان لعيب كويس، في عندنا مدافع كويس ده حال اي لاعب كرة قدم مع يعني. مع اي مدرب بيطور من ادائه. صحيح، عشان مش بص خلي بالك المدرب الاجنبي غير المدرب المصري. صحيح، يعني لو مدرب مصري بيجامل حسام عبد المجيد مثلا ان هو بيلعبه في نادي الزمالك، اكيد المدرب الاجنبي مش هيجامله ويلعبه اولمبياد. صحيح، صح؟ نعم. لا انا شايف ان اداء زيزو واداء حسام عبد المجيد هايل جدا. ده انا شايف ان حسام عبد المجيد ده من احسن المدافعين اللي في البطوله. مش يعني لحد ما وصلنا ان احنا نلعب على ثالث ورابع وعلى الميداليه البرونز من احسن المدافعين. طبعا زيزو ما فيش كلام عليه. هو يعني زيزو بس الاصابه بتاعته هي اللي اثرت على النتيجه. واحد بيقف على الكوره، واحد بيعرف يمسك كوره، واحد لعيب عنده خبره، لعيب كبير بجد وسط اللعيبه دي، كنا ممكن ان احنا نخرج بنتيجه افضل في ماتش المغرب لولا الاصابه. هل سؤال الحلقة جاهز معانا يا شباب؟ طيب نروح لموضوع حلقتنا النهاردة مع جمهور نادي الزمالك. موضوع الحلقة هو انضمام 16 لاعب من ناشئ الزمالك للمنتخبات الوطنية وكيفية الاستفادة من تألق الناشئين. البداية من عند طارق دونجا. مساء الخير والسعادة عليك يا أحمد. نادي الزمالك هو الداعم الأكبر للمنتخبات بكل تأكيد، ومشاركة الناشئين ده قرار ممتاز من جوزيه جوميز لاكتساب الخبرات في المباريات المتبقية من الدوري عشان نقدر نبني عليهم فريق قوي الموسم القادم، وإن شاء الله القادم أفضل لنادي الزمالك وجمهوره العريق. وتحياتي ليك يا أستاذ أحمد ولكل فريق العمل لكل فريق العمل زملكاوي لحد ما أموت. بعد الشر عليك يا أستاذ طارق، أشكرك شكرا جزيلا. محمود حربي، نادي الزمالك هو منجم ذهب وفي ناشئين مميزين بدليل انضمام هذا العدد الكبير من ناشئين نادي الزمالك لمختلف المنتخبات الوطنية، وإن شاء الله ده هيعود على الفريق الأول لنادي الزمالك بالخير نتيجة احتكاك الناشئين دول بمنتخبات قوية في مختلف البطولات. بشكرك يا أستاذ محمود شكرا جزيلا. أيمن الفيوم، طول عمر نادي الزمالك الداعم الأكبر للمنتخبات الوطنية، وانضمام هذا العدد الكبير دليل دامغ على كلامي. حلوة دامغ دي يا أستاذ أيمن. وسيعود على النادي الملكي بالخير في المستقبل للخبرات الكبيرة والعديدة من الاحتكاك الدولي مع منتخبات قوية في البطولات المختلفة، وكل ذلك لصالح الفريق الأول لنادي الزمالك في المستقبل القريب والبعيد. تحياتي لحضرتك يا أستاذ أحمد وتحياتي لكل أسرة البرنامج. إحنا اللي بنشكرك يا أستاذ أيمن. محمد ناصر بيقول مساء الخير عليك يا أستاذ أحمد، منور شاشة نادينا. نادي الزمالك هو أكبر مؤسسة للناشئين ونتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم، زملكاوي وافتخر. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد. قاضي، قبل ما اختم معاك، شايف بعد ما اتكلمنا
في العديد من الأمور والعديد من الملفات اللي بتشغل الشارع الكروي المصري، شايف إيه الروشتة؟ ليه؟ ما احنا ما ينفعش نعرض المشكلة من غير ما نعرض الحلول، صح كده؟ فيما يخص ملف إدارة كرة القدم المصرية، عايز أعرف منك زي ما طرحنا المشكلة لازم نطرح الحل. طيب المسؤول اللي يبقى موجود في اتحاد الكورة يكون شرط الممارسة، مش لازم يبقى هو شخصية عامة، لازم يبقى شرط ممارسة كرة القدم عشان تطور، يبقى راجل عاش الأجواء نفسها. أنا عايز من الترشيح يبقى كده من الأساس في انتخابات اتحاد الكورة الجاية. بس كده؟ ده كفاية قوي. بس لو حصل، أنا بختلف معاك، هقول لك ليه. لأن في ناس كتير جدا أدارت اتحادات أوروبية كبيرة جدا وما كانتش بتمارس كرة القدم، بس ولكن مش في مصر. ولكن أنا يعني عندي معلومة، أنا دايما مش بنحب ان احنا نقول راينا، بنحب ان احنا ندي معلومات للمشاهدين. ماشي. فالمعلومه اللي عندي والحاجه اللي اثبتت نجاحها في كل حته في العالم ان انت تجيب ناس مسؤولين عن هذا الملف. دي فول تايم جوب، او دي شغلانه مش متطور، دي شغلانه بياخد عليها اجر، فبالتالي تعرف تحاسبه. اللجنه اللي بتدير ملف كره القدم تكون لجنه من كذا فرد عندها باك جراوند فسيولوجيه وطبيه وابعاد عن الاستشفاء وتوقيت المباريات، وتشكيل لجنه بتمونيتور او بتاوديت وبتقدر ان هي تحاسب الناس ديت، ويكون في لوائح بتمشي على الصغير قبل الكبير. قاضي انا بشكرك. لا انا اللي بشكرك يا احمد، ومن احسن الحلقات اللي عملتها. بسم الله ما شاء الله عليك. ربنا يخليك، نورت الدنيا. مشاهدينا الاعزاء، وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، بكره ان شاء الله اشوفكم على الف خير وحلقه جديده من برنامج اخبارنا. سلام عليكم.